شباب اربعه احزاب مصريه وطنيه محترمه. امبارح كان في بيان قريته لحضراتكم بتاع عبد المنعم مفتوح، بيان عبد المنعم مفتوح وسادات واسمه ايه حسني ده وحد تاني مجهول الهويه. النهارده زادوا، بس هقول لكم شويه اسماء من الاسماء اللي زادت على البيان. علاء الاسواني، حسن نافعه، معصوم مرزوق، احمد ماهر، سرعة فتاح، شهيد الغزالي حرب، حمدي قشطة، هيثم محمدين، مش عارف زياد ايه ولا رباب ايه، حاجات كده. بيدعوا تاني ان هم مش عايزين انتخابات، عايزين يحلوا الهيئة الوطنية انتخابات اللي هم قضاة، يعني الناس بتتكلم على عدالة وقانون وحاجات، حلوا الهيئة الوطنية، يعني ما لهمش علاقة بالدستور. يعني الناس بتقول الدستور ده انت مش موجود، احنا بمزاجنا عايزين حضراتكم تنزلوش الانتخابات، وادي الديمقراطية، الناس بتتكلم عن ديمقراطية ومش عايزة انتخابات ومش عايزين اي حاجة اي حاجة، وانه اي خيارات